السلام عليكم. اليوم نعود الى ولاية قالما ونروح نشوف السوق الجملة الجديد اللي راه يعني انتهت الاشغال به، ويعتبر هذا السوق واحد من اكبر الاسواق في الجزائر، حيث انه يعني يقدر يمد لثلاث ولايات نتاع قالما وسوق هراس وتبسة بال يعني كل المواد تاع الخضر والفواكه، وحيث انه يقع في منطقة استراتيجية لا تبعد الا باربع كيلومترات على الطريق السيار الشرق غرب، ويقع ببلدية عين بين البيضاء، عين بين البيضاء. اذن هذه هي بولاية قالما، ونشوف الصور يعني كبير ما شاء الله، وان شاء الله يعني هذا السوق هذا يعني هو ينتبه الى الشبكه نتاع الاسواق الجمله اللي راهي موجوده عبر كل ولايات الوطن في المناطق الفلاحيه الاكثر، يعني اللي عندها انتاج فلاحي كبير، واللي سوف يساهم في تنظيم السوق يعني بصفه عامه، لانه لا ريغولاسيون دو مارشي لازم 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 يكون في يساهموا فيها المنتجين والمونداتير يعني الانترميديير اصحاب الاسواق الجمله، وكذلك الديطايا التجار اللي لازم تكون العمليه متكامله في اطار قانوني وشفافي وإطار تفاهم بين الأطراف لتنظيم السوق يعني بصفة عامة. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.